الدكتور محمد معيط وزير المالية قام بافتتاح مقر المديرية المالية بإنا بحضور وصحبة اللواء أشرف الداودي محافظ إنا. ودكتور معيط أكد في تصريحات خاصة لصباحك مصري خلال الافتتاح على أهمية الحوكمة ورقمنة المنظومة المالية لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. كمان أكد على ضرورة تحسين بيئة العمل بالمديريات المالية وتطوير القدرات البشرية، ده من خلال الاهتمام بتدريب العاملين وفق أحدث الخبرات الدولية باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية. شاركت مع معالي المحافظ سيادة اللواء أركان حرب طيار أشرف داوودي في افتتاح المديرية المالية لمحافظة إنا، وجت لنا فرصة بالالتقاء بكل الزملاء هنا في المديرية، تعرفنا على نظام العمل وتأكدنا يعني الحمد لله أن الأمر في تطور مستمر. برضو كان فرصة أن يعني أسمع من معالي المحافظ عن كل التحديات اللي هو يعني شايف أن وزارة المالية تدرسها وتتفاعل معها وتوجد لها حلول، وانا وعدته بان ان شاء الله باذن الله يعني خلال الفتره اللي جايه نشوف كل الحاجات اللي هي محافظتنا في حاجه ان وزاره الماليه يعني توجد لها حلول. ايضا تحدثنا في المشروع القومي الكبير لتنميه الريف المصري وما يخص محافظتنا، وايضا ما هو متعلق ايضا بالاستثمارات اللي في الموازنه العامه للدوله خلال العام المالي 21-22. تحدثنا ايضا عن المشروع اللي هو للتنميه في انا ممول من المعونه سوري من قرض البنك الدولي برضه في هذا الشان. وانا وعدت معالي المحافظ ان كل الامور اللي هي عالقه لمحافظه انا مع وزاره الماليه خلال الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله ندرسها ونوجد لها حلول. يعني بصراحه انا يعني سعدت جدا بان انا وجدت النهارده حضرت النهارده محافظه انا، وشيء يعني مشرف وشيء جميل جدا، وان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله محافظه انا تلاقي فرصه متزايده في التنميه وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشه ان شاء الله باذن الله في ظل مجموعه البرامج وخاصه المبادره الرئاسيه لتنميه الريف المصري تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا.